الأم ماري ألفونسين ورهبانية الوردية، قصة كاتمة ومنفذة سر العذراء. دانيال غطاس وعائلته يصلون الصبح مساء كل يوم أمام صورة العذراء. سلطانة دانيال غطاس تقبل سر العماد المقدس. سلطانة وهي طالبة في مدرسة راهبات ماري يوسف. البطريرك فاليرجا يمنح سلطانة سر الميرون. سلطانة تستأذن والدها دخول رهبانية القديس يوسف. البطريرك فاليرجا يترأس حفل ارتداء الثوب الرهباني. الأخت ماري ألفونسين تعلم التربية الدينية في مدرسة بيت لحم. السيدة العذراء تتراءى للأخت ماري ألفونسين أثناء صلاتها للصبح. مقابلة مع البطريرك براكو بشأن ظهورات العذراء. العذراء تطلب بإلحاح تأسيس رهبانية الوردية. كنيسة سيدة الوردية في دير ماميلا في القدس. الراهبات يتناوبن صلاة الصبحة الدائمة بحسب رغبة العذراء. العذراء تعين الأب يوسف طموس مرشدا للأم ماري ألفونسين. الأب يوسف طموس مؤسس رهبانية الوردية. فتيات من القدس يعرضن على الأب يوسف طموس فكرة إنشاء رهبانية محلية. الأخت ماري ألفونسين تسلم الأب يوسف طنوس رسالة تتضمن فيها مقترحات قيمة بشأن الرهبانية الجديدة. ريجينا كارمي تستأذن والدها الانضمام إلى رهبانية الوردية. الراهبات الأوائل في وردية يرتدين الثوب الرهباني الذي باركه البطريرك براكو. بعض أهالي القدس يتعرفون للمرة الأولى على الراهبات الوردية. راهبتان أثناء العمل في إحدى الإرساليات. الأم ماري ألفونسين ورفيقتها تعالجان المرضى في بيت ساحور. القافلة الأولى من راهبات الوردية في طريقها إلى شرقي الأردن. قدرة الله تعيد الحياة إلى أحد سكان بيت لحم على أثر صلاة الأم ماري ألفونسين من أجله. فتاة من يافة الناصرة تخرج سالمة من البئر بشفاعة السيدة العذراء. العناية الربانية تتفقد ميتا بيت لحم في وقت الشدة. الأخت ماري ألفونسين مؤسسة رهبانية الوردية.
الأم ماري ألفونسين تصلي السبحة في عين كان. الأم ماري ألفونسين على فراش الموت. الأم حني دانييل وبعض الراهبات يتصفحن مذكرات الأم ماري ألفونسين ويتعرفن من خلالها على المؤسس الحقيقي للوردية.